وات لك ما دي انت ايش مسوي؟ شلون واحد بده ينط وات هون حاطط كله خاخ شلون بده ينط؟ سلعة. ها بس لو وصلت لهاي شبيهة للدرج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب؟ رجعنا فيديو جديد وحلقة جديدة عن فورتنايت، مابات فورتنايت. بهذا الفيديو راح نعمل ماب عمل لنا اياه مهدي، الله يعطيه العافية وجزاه الله خيرا، بأنه وصلت ل 3000 مشترك على يوتيوب، فعمل لي هذا الماب هدية لألي. شكرا لك يا مهدي، وشكرا لجهودك، وشكرا لكل شيء. شو تحب تحكي يا مهدي للمشاهدين؟ لا تنسون تحطون لايك واشتراك وتتابعون سلسلة على التواصل الاجتماعي فيه. بارك الله فيك. يلا خلينا نبلش فيه ونشوف مدى صعوبته. هو كم ستيج هذا الماب؟ خلينا نسوي بدل اللعبة دقائق. ان شاء الله ما يكون بيو باركور لانه ما احب الباركور. طيب كم دمج السكار في الصدر؟ السكار الذهبي في الصدر. هلا هون هيت شوت، هاي بناته البودي شوت. والله هذا السؤال سهل، حتى الباركور سهل. حلو، هذا كله باركور واحد بس. وات صاحب الماب ما يعرف يلعبه. اقول لك صاحب الماب ما يعرف يلعبه. انت شلون تلعبه؟ ليه ما حطيتك لابلر؟ تريد عطلك؟ صر على حافه كلش، على حافه. لا تكثر. كفو. اوف. كفو. تركت طب اكثر حافه. كفو. والله كفو. ايوه، كل هاد باركور؟ ايه؟ ما بيجي السؤال. وات؟ زين، ايوه فهمت ما هي المشكلة. بس انا داخلين شرق الاوسط. داخلين شرق الاوسط، يلا ما في مشكلة كمل. تعال تعال. من اي سوزن نزل طور ثانوس؟ ثانوس؟ ثانوس 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 سوزن اتوقع سبعة؟ نو صح سبعة. اتوقع هو لانه عندي هاي البنت الارملة. تمام غلط. الخامس بس انا ما كنت العب بالخامس. يا الله خلينا هذا عرفت اربعة. ما اسوي شيء. اكو ثغرة هنا نسيت اشيلها. وات وات ليش عملت هذا الباركور؟ سهل. طوبلك 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 عندي حل. يلا دي تعال ازت لك اياها. والله على واحد حاول. خليك واقف. ستيتها. لا ايش استفدت من تضل بركة تحت؟ هاي سهلة بالعكس، المفروض تعبرها بسرعة. هذا المفروض. توقعتك تعبرها بسرعة يعني. قطعت هوا اخيرا. في اي سوزن نزل سكن دريفت؟ هذا بالسوزن على ما اتوقع السوزن 6 لانه انا ما كنت عم بلعب اللعبة. هذا هو. والله هي صارت بس شنية. معناته السوزن 6 غلط. معناته السوزن 5. لايكو صح. ايوه صح. ايش هاي؟ ايش هاي البيضة؟ كم نوع زومبي؟ كم شو؟ ترى بعد شوف حتى نموذج الاسئلة يتغير. شلون يعني تغير؟ المحاولة 1000 بعد المية. ما بيطل نفس اللاعب عم بيموت. لك مدينة ايش مسويين؟ شلون واحد بده ينط؟ وين؟ هون حاطط كله خاخ، شلون بده ينط؟ سلعة. ها؟
بس لو وصلت لهاي شبيهة للدرج. بوتصل انت وصل من عندك اقطعها وبعدين احكي. عندك لسه اصعب اسهل من هاي. انت في غلط غلطان وعم يتعب اللاعب بالنقطة الثالثة. صحيح. ايه. شلون اسويها؟ واو قطعته اخيرا. انت حاط هذا غلط، انا ثاني حاولت انط ما قدرت لانه انت هذا احد الاغلاط اللي انت مرتكبه. انه اللاعب عم بنط ما تقدر تسوي جوب 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 ورا بعض. هي وصلنا واخيرا مهدي انتظرناه وصل لعنا. كم نوع زومبي كان في الموسم السابع؟ اتوقع 3 أو 4 في حد التقدير يعني، بس انه 5 اصغر رقم. خلاص بانه 5 غلط فاذا ايوه طلع الخريطة. معناته الجواب 8. من انواع زومبي كان موجود بالسوزن السابع؟ ايه والله والله ما لي خبر. حلو وصلنا الى هذه المهمة. بن الاسئلة والاجوبة ما جايبهم مثلا من نفسه او ذاكرته هاي كلها من مواقع. بارك الله فيك. اتوقع جايبهم من نفسه. ايوه. حتى لا اغلط بمعلومة. طيب هلا قيد تطلع لنا. تذكر هذا شنو هذا؟ هذا السيف هذا. يلا كمل كمل لو انا طلع انت قدامي روح خلينا نشوف شلون بدك تسوي. امشي قدامي لاشوف. والله لو تمشي قدام افضل. مشيت قدامك. لا والله شوي النما عنده غلط. طقتنا الافخاخ. قال نبهناكم اكلناها. يلا نوصل. سوان. حسبي الله ونعم الوكيل. انتظر معني قبل شوي وصلتها. يا الله ظل قطع ظل قطع. ارجع ارجع. لا اي طفر طفر. اوف دبابة وسيارة عربة تسوق. من هو اول اي تم انضاف للعبة؟ هاي غلط ادبي. عربة هذا سهل ما فرصه. قال يقول لي سهل. طيب لو اطلع قدامي. لا تم شعني سهل هذا. تدري الماب لعبه اكثر من مره عمود لابي اغلاط. في اي موسم او سوزن تم اضافة تلتد؟ من اول سوزن موجودة تلتد؟ لا والله. وانتم الثاني. صح. ايوه ايش هو هاد؟ والله تشوفه قدامك. وات؟ سهل. هو سهل بس صعب. شلون؟ شلون انا صغار؟ رد نحاول كمان محاولة ايزي. قل لك هاي المرحلة شنو لو ما احكي لك؟ لا لا تحكي طول بالك عم تحرق الام ام الماد. طول بالك. يا يا اوف كفو. عصبيط جميل. اوف واخيرا لازم اصفق لحالي. ايوه كي اي دي. ايش يعني كي اي دي؟ كودك. السؤال السؤال افضل كود في عالم فورتنايت. شوف هو حسب حسب لازم يكون S70 بس بما انك انت المصممه فاكيد راح يكون كودك. انا اعطيك معلومه ما عندي كود اصلا فوق. ايوه صح صح صح. فاذا خلينا ندخل على كود S70. طبعا ما تنسوا كود S70. S70 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 افضل كود وافضل اشي يخليك تحقق كل امنياتك كل احلامك بالS70.
يخيل مع الاس 70، الاس 70، الاس 70 بوصلك المكان مثل هيك، شايفين شلون؟ كل هذا بيعمله الاس 70، بس يعني مو دائما يخليك يساعدك وصل لفوق يعني. يعني لكل لكل حصانه تنكبوا. هاي لا تمشي لي قدام، هاي هنا البيضة لا تمشي لي قدام، شوي تأخر. طول بالك مهدي. شوي انا اتأخر يعني. تأخر يعني مو قبل تمشي لي قدام. ايه. اوف. اوف. ألف مبروك، ألف ألف مبروك وصولك 3000 مشترك. أيوة لا أقرأ وشي. طول بالك، ألف ألف مبروك وصولك على 3000 مشترك. نتمنى وصولك لل 100000 يا رب، لل 100000 للمليون. وشكرا لكم جميعا، وشكرا لكل مشترك بالقناة، وشكرا لكل من عم يدعمني، وشكرا لللايكات، وشكرا للاشتراكات، وشكرا لك يا مهدي انت اكثر شيء. وبس بكون هون وصلنا نهايه الفيديو. شكرا لمهدي على هذا الماب اللي عمله، وشكرا ل 3000 مشترك المشتركين بالقناه، وشكرا لكل شخص عم يعطي لي لايكات، وشكرا لكل واحد مشترك بالقناه، وشكرا لمشاهدتكم ووصولكم للنهايه الثانيه، وشكرا للمستخدمين الكود ال70 تمام. وشكرا لمهدي لانه تعذب حاله وعمل لنا ماب، وان شاء الله بالمستقبل يعمل مابات وينزل عليها يعني بيعمل مابات كثير، وان شاء الله نعمل عليها ريفيوهات ونجربها كلياتنا سوا ان شاء الله. الله كريم. تحب تحكي شيء يا مهدي؟ والله لا تنسون اللايك، وان شاء الله توصل 100000 ساعه ان شاء الله يا رب. تسلم يا رب. بس بيكون خلص الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل خدمه الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.